أي صايق الجمال، أي صايق الجمال، سوق الجمال بمهال، أنا قلبي في الحب مهالي، في المصطفى والأهلي. شامو شامو بوتي شامو، أي صايق الجمال، سوق الجمال بمهال، أنا قلبي في الحب مهالي، في المصطفى والأهلي. اللهم صلي وسلم على الحبيب أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق، أبو بكر الصديق يا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق، قلبي في الحب مهالي، بالمصطفى والأهلي. عمر يا ابن الخطاب يا الملهم بالصواب، عمر يا ابن الخطاب الملهم بالصواب، قلبي في الحب مهالي، بالمصطفى والأهلي. اللهم صلي وسلم على الحبيب رسول ربي العالمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا نبي ربي العالمين. نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا ما جزى الله به نبيا من أمته. أمرحبا وسهلا، أمال هذا؟ مال هذا مسكين؟ ماله هذا؟ ماله هذا؟ مال هذا؟ أيوب قل لي الله عزك، كتفكر شي صاحبك، شي صاحبك عندك عزيز كتمنى يكون معك هنا؟ عزيز ها؟ عزيز وشكون أخويا صاحبي؟ رجولة واحد صاحبك كتمنى يكون معك هنا؟ فؤاد زيد. واحد صاحبي إبراهيم زيد، وحاتم صاحبي حاتم، والبقالي البقالي حاتم والوان ايه يا البقالي يا وليدي ضيعت يا وليدي. ومن الحرارة كنا في الحرارة احنا في الطاية، شوف هذا وهذا ماشي لعبة، البيتين كنجريو، شوف سبحان الله العظيم، كنا في الحرارة كنديرو الطويشنات والبردتي احنا مع جنب بلاي، شوف سبحان الله العظيم مدبروها حكيم. وين كان يا الطريق اخا حاتم؟ اش ايوب؟ ما كاينها بيضالة. اش ما رأيك في الحمام دابا؟ الحمام كيفاش الحمام؟ الحمام دابا الفلان 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 عطاني كيولي بحال ايوب كيعرف يحشي المعاني. كيفاش ايوب الحمام دابا كيفاش؟ دابا الحمام كيفاش؟ دابا الحمام ويفو يعني البلا. العرايش القصار. العرايش القصار زايلان برياش. بارك المهم هذاك الشيء ديال العقاب خاطينهم. صعيب الحال سي والله الا صعيب. كما قال لي صاحبي ايوب، قال لي حنا راه ما كنسميو حتى واحد. قال لي اللي حمامه ولا يدخل معاه القاصح. شوف سبحان الله حسن ما كنسميو حتى واحد. كندخلوها الحمام. وبروح رياضية، ولكن كتعرف فين هاشا كنقطع تبارك الله. تحية رياضية. وراه حنا شوف ما كنخرجوش الخميس والجمعة والسبت، أنا كنخرج بخصوص أنا كنتكلم على راسي، كنخرج أنا الجمعة، والله كاين هاشا كنقطع عشرة. شوف المولي تبارك الله، شوف شوف، بحال واحد خيي تعلمت منه هادي، قال لك أنا شوف أنا، أنا كرشي صحيحة، أنا عشان تشوف كرشك صحيح عاد، شوف أوليدي شوف، تبارك الله المولي شوف، أنا. شتي المولي تبارك الله كيعمل هانا، راه ما كنعرفش نبوزي هانا، شتي تبارك الله، شتي الكون ديال الله، ها الكون، الكون عندنا الكون، الكون الكون ربي، كاين هادو هو ربي دار، اللهم بارك هانا خويا ديال البحر، كلشي ديال الله، ربيك الله ديما شوف، يا سلام يا سلام، اوف الله يا خاوي، شوف شوف هانت، لا تفرج ولا تفجج ولا والو. وأيوب زيد حكي شوية، هذاك السي أحمد مسكين مول الغلي مات بوبري. أنا واحد الراجل مسكين كيسرح الغنم. الله عباس. بوبري جا من العاصي والماء والدلة، عاوتاني كرمناه في طويجان.
سكيتي من صاحبي قال لنا جي عندنا شي نهار تجوا عندنا باتوا معايا الطاق ديالي ديروا معنا شي ليله هذا مع بعضيات الله اكبر الناس الشبل لقينا سكارة نعم نعم الناس كورا لقينا شحال من واحد حتى كلمة طيبة ما يقولهاش كلمة طيبة راس مالوها سبان واحد كنتي مأصل قسما بالله العلي العظيم والله هو الاصل ما يسب ولاد الناس والله كنتي مأصل وولد امك وباك ديال بصح والله ما تسب في الناس والله ما تسب فيهم ما كتبغيش واحد الشخص ما كتبغيش مثلا المحتوى ديالو كاع عاد منه ما تفرش فيه اولا نصحو بشي نصيحه متواضعه انا كيعجبوني انا الدراري كنصحو نصيحه متواضعه والنصيحه في المستوى ما والله العظيم هذاك الشيء التعبير كيتعبر عليك الشيء اللي في قلبك الراي ديالك وصافي اما مستقل ما تسبش يا صاحبي ما تسبش ربي العالمين في القران امرنا وقال لنا وقولوا للناس حسنا الناس نصراني ماشي محقق تسبه ولو هو نصراني ولو ماشي مسلم شغلو هذا ما تسبوش انما الامم الاخلاق وما بقيت مش الاخلاق مش كل شيء احترم راسك احترم ما راسك شي كلام يا خاي كيكتبوا وصخيصه ما راه مسخا فهمتي الناس على مراه هاد وانا غنقول لك بهذه الطريقه انا اكبر كلو الشر على وجه الارض بس التعليق صافي بس فهمتي ها فهمتي هذاك التعليق صافي ها راسك بحالك سير انا كنقولها وكنعاودها رانا واحد الفران وقاد بحاو مولد سير الله يعفو عليك حيت داكشي انا سبقتك ليه هذاك السبان داكشي قالها الخاوي داكشي الخاوي يا 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 سير اصاحبي سير دابا خلينا ابو حفصه ابو حفصه وعندي شوف عندي محبين عندي الجمهور وسول الاصدقاء اللي كيعاشروني سول ما مشى سبحان الله اي بلاصه مشى ليلى ما كتعرف بنادم من خرج ابو حفصه وادي بلا باس اي بلاصه وفي الادغال سبحان الله بالليل كيخرجوا فينا ابو حفصه سبحان الله ايوب صوبيني اللي مجبوها صاحبي والله العظيم يا ودي واحد الدراري غادي بلا ضو بلا والو غادي في الليل واحد القصر على وجهه هو وحديته قصر يا ودي حشوف كيديروا عارفوا ما نعرف الصوت الصوت ما شافوا لا وجهنا لا والظلمه سبحان الله صاحبي الحمد لله الحمد لله شي وحدين كيقول لك وانت كدا كيسبوك خليه يسب مع راسه خليه يسب انا عارف راسي اش كنسوى وعارف الرجال اللي كيحبوني عارف القيمه ديالنا لا يضر السحابه نباح الكلاب والله ليكم صاحبي لا ولكن خلي كل واحد يعوم في بحره كيف ما قال نمشيو نعوموا في بحرنا ايوب نوض اصاحبي اجي نعوموا في بحرنا يا الله عوم في بحرك شي راجل اخوتي شي راجل مسكين كيتكلم مع ولده دائما دائما كيقول له اولدي عمل عقلك اولدي وسمعوا مزيان شي راجل ديما كيتكلم مع ولده كيقول له اولدي عمل عقلك اولدي الله يهديك اولدي كيقول له بوا خليني نعوم في بحري يا ولدي مزيان دائما ابوا خليني نعوم في بحري ابوا اولدي الله يهديك اولدي ما امشيش مع هذوك الناس اولدي زي عقلك خليني نعوم في بحري واحد النهار هذاك الولد كتب عليه المكتب ودخل الحبس وبوا غادي يطول عليه في الحبس شوف شو هذا الرجل الحكيم مشى يطول على ولده في الحبس غادي يطول على ولده وشنو وباش غادي يعني شنو يدي لولدو غادي عند ولدو غادي له بالشرط ما دالو لا طابا ما دالو والو فهمتي ولا غادي عند ولدو يزورو في الحبس ودالو الشرط قال له وليدي هاك وليدي عوف في بحرك عوف في بحرك وليدي عوف الله يعين الله مرحبا الله 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 ها هو بارد ومقلاصي الله اكبر انا يما موصياني قال لي الله 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 ربي حبيبي وأيام الله الله أربي هذا ما شوية احنا هنينا يا السلام يا السلام يا السلام شو ما كان ديو تا شي حاجة يعني ما تقبلهاش ربي العالمين احنا كنقول لك شو ستر العورة من الصورة على الصورة ديالنا ما كتبانش شي قبة ما كاينش حتى حاجة هادشي مباح فهمتي ولا باش هاد الكلام ديالكم خليوه عندكم الله يرحم الوالدين
الله الله يا ربي الله 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 لا إله إلا الله الله يا سلام هذا العود السيفي وخا كاسوه بالماء مزيان خوتي تبارك الله عليكم أحبابي أجيو البحر وتبحروا مع راسكم العام سيدي تصححوا لي مع راسكم رحم الله ولكن الإنسان يكون فيه الدين ضروري يكون فيك الدين أخي دين ضروري وكيف ما خوتي تكلمت في واحد الفيديو ها وكنت مع البقار والغلم قلت لكم شو سبحان الله اخوتي شو الغلم بوحدهم والبقار بوحديته وكذلك مثل دابا حنا البحر ديالنا شكون اللي كيخيبو هو داك الاختلاط راه ما كاينش المسلم المسلم ما كيعترفش بالاختلاط قال المراد الراجل مع الراجل وهادي لا صاحبي هادشي هادشي راه عاد النصارى حنا راه مسلمين الاختلاط انا اعوذ بالله اخي ديالي لا صاحبي الاختلاط ما نبغيوهش النساء بوحديته والرجال بوحديته الله يا ودي دابا حنا في المناسبه ديالنا النساء مع الرجال ما اراد الله بذلك من سلطان ولكن اللي تاب الله يتوب الله عليه وهذا ما كان اخوتي كنحييكم وكان عندنا اصدقاء يحبونا وكنحبوا يعني نشاركوا معاهم هاد الوقفات ديالنا وهاد فهمتي حس يعني كنحبوكم الله خصوصا كنحبوا المسلمين كاملين كنحبوا الناس كاملين احسن الناس حيت الناس كلهم من ادم الصالحين والطالحين كلهم نحبوهم حيت قلوب العباد بين اصبعي الرحمن سبحانه عز وجل يقلبها كيف يشاء تبارك الله عليكم وهنا اقول لكم استودعكم الله الذي استطيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله الرمله دخل الملحه دخلت لي في عيني